أنتقل بعد هذا إلى رسالة الأخ الكريم عين ميم عين من حفر الباطن، يقول: أنا حلفت على أحد الإخوة وذبحت له ذبيحة، حلفت عليه بالحرام لكنه لم يستجب وغضب غضبا شديدا ورفض الجلوس، وقبل أن يغادر قلت له: علي الطلاق إذا لم تجلس لا أصافحك ثانيا، فسافر. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، وماذا أفعل كي أخرج من ذلك؟ إذا كان قصده الحرام زوجته فهذا يعتبر ظهارا، فيه كفارة الظهار. أما إذا كان لا يقصد زوجته فهذا يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين، فهو بحسب نيته، فعليه إما كفارة يمين وإما كفارة ظهار حسب النية. هذا إذا أراد أن يصافح هذا الرجل الذي حلف أن لا يصافحه، إذا أراد أن يصافحه فإنه يفعل الكفارة حسب نيته كما ذكرنا، والأفضل له أن يفعل الكفارة وأن يصافحه، قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الأيمان حائلة بينكم وبين فعل الخير، بل كفروا عنها وافعلوا الخير.